في الفيديو ده هنتعرف على البورت تشانل والايثر تشانل. تعالوا نشوف البورت تشانل. دلوقتي انا لما يكون عندي سويتشين واصلين ببعض بالشكل ده من خلال كابلين الترنك، فالطبيعي بيبقى متفعل عليهم بروتوكول STB، وده بروتوكول موجود في السويتش، يعني مش انا اللي بفعله. البروتوكول ده بيشغل كابل واحد منهم بس، ولو حصل مشكلة في الكابل ده بيشغل الكابل التاني تلقائيا. طيب تقنية البورت تشانل بتعمل ايه؟ بتخلي الكابلين دول شغالين مع بعض. يعني لو الكابل فيهم سرعته مثلا 1 جيجا، يبقى انا كده بشغل الكابلين فبعمل تشانل. التشانل دي بتبقى 2 جيجا، لان كل كابل فيهم بيدي 1 جيجا، وبالتالي انا كده زودت في السرعة ما بين السويتشين، ودي ميزة البورت تشانل. وفي الحالة دي بروتوكول STB بيشوف الكابلين دول وكأنهم كابل واحد، فبيفضل مشغلهم على طول. البورت تشانل بيستخدم 2 بروتوكول، PAGP والLACP. اما تقنية الايثر تشانل هي نفس فكرة البورت تشانل بالظبط، ولكن ده بنستخدمه لما بنوصل سويتش بسيرفر. السيرفر ده بيبقى فيه كارتين نتورك، وبيبقى طالع منه كابلين ايثر واصلين ببورتين على السويتش. فأنا هنا برضو بفعل عليهم نفس التقنية، بخلي الكابلين دول وكأنهم كابل واحد، يعني بضاعف السرعة.